نسوي نقابة وندافع ونحامي، ولكن في سلطة أعلى منك تتدخل في شؤونك وتقضي عليك وتسوي لك بلبلة بجسمك. ولا بالعكس، يعني لو تلاحظ أنا موقف النقابة، النقابة كش اسمه كاشتراكات أنا موقفها، ما فتحت الباب. مو فاتح الباب لأن لما نحل الإشكالية اللي سببها لنا المجلس الوطني، في أولا حل اتحادنا اتحاد المسارح، فاضطرينا أن جمد جمعية شو اسمه، طبعا الساحة الفنية في جمعيات كثيرة، عندنا جمعية الفنون التشكيلية، جمعية الفنون الموسيقية، اتحاد المسارح، عندنا أربع مسارح شو اسمه، فيو ناس من برا بعيدين عن المجال شلوا هالجمعيات النفع العام، وهم هم اللي تتخصص، ترى كل الفنون قائمة مو على الحكومة، كلها لو تلاحظ جميع حتى الرياضة ما قامت عن الحكومة، زين في جميع ما قامت من الحكومه، لان قامت من الشعب نفسه من هو، لان مثل ما الارتجاليه كلها ارتجاليه، وفي في طبعا الانسان شخصوا الى 8 ذكاءات، كل واحد عنده ذكاء. انا حاولت اني العب كره قدم ما قدرت، كله يحطوني جولتشي بصلبي خاد، كل شو اسمه يحطوني جولتشي وكله جولين يطلع برا، زين مستحيل اصير رياضي. الله سبحانه وتعالى خلاه ذكائي ذكاء فني صحيح. بصري زين، في ذكاء فلكي مثل شو اسمه العم صالح، العم صالح في ذكاء اجتماعي مثل الدكتورة عندها اجتماعيات، أنا ما أقدر والله أروح دواوين وأقعد، ومثل أعضاء مجلس الأمة الذكاء اجتماعي، في ذكاء رياضي مستحيل خلاص تشوف هذا رياضي رياضي زين. فالله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان، فلو الحكومة تفكر بجدية القطاعات هاي يمسكونها ناس في ذكائهم محبين لهذا العمل ينجزت، مثل ما قال ابو عبد الله، عبد الله ما يدفع صار له 3 سنين ما يعطونه ولا فلس امر. انا الحين صار لي كم 25 سنه قاعد ادفع من جيبي، قاعد امثل الكويت، امثل الكويت في قطاعات، نائب رئيس اتحاد فنانين العرب، نائب الهيئه العربيه للمسرح، بحساب الخاص امثل الكويت، ارفع علم الكويت، ولكن الحكومه قاعد تحارب في هذا الموضوع لان حاطين الناس بعيدين عن المجال مسيطرين على هذا الوضع وهم قاعد يحاربونك. انا قاعد اقول حق بعض يبقى ما نبي من الحكومه شيء بس لا تحاربنا زين. فاحنا الحمد لله يعني بالنقابه ان شاء الله الخطوات الجايه سوف نوحد الصفوف مره ثانيه ونشتغل صح وبنجاهد. انا الحمد لله انا بالمقاومه وبظل مقاوم، الحين مقاومه للاسف عندنا غزو اكبر من غزو صدام، هي ما راح توصل ان شاء الله هالمرحله، لكن لا مو مقاومه عسكريه الحين، مقاومه بنقاوم غزو فكري، احنا بنظل طال عمرك تحت القياده والسياسيه ونحبها ونجلها وكلنا طبعا متعاونين مع بعض، والديمقراطيه هي خير دليل، لكن نتمنى ان نرتقي في هذه الاعمال ان شاء الله. انا بس عندي جزئيه تعقيبا على كلام الدكتور نبيل، اتفق مع دكتور نبيل لان يعني خصوصا النهوض في القطاعين، قطاع الرياضه، قطاع الفن، الثقافه، النهوض فيه وايد مهم، لان احنا عندنا مشكله كبيره في الكويت، وهذا طبعا كلام اللي انا حتى اسمعه من السياسيين او اللي مهتمين في الشان السياسي والفاعلين فيه، انه يعني والله الكويت الجرعه السياسيه فيها زايده، كل من يحكي في السياسة، كل من يعني التوجه دائما على موضوع السياسة، ليش؟ لأن القطاعات الأخرى أنا مو معطيها مجال ومو معطيها اهتمام، ها؟ يعني أنا ما قاعد مثلا إذا البورصة سيئة، إذا الرياضة سيئة، إذا الفن وضعه متردي، لأن دكتورة كل شيء مسيس بالضبط. بس أنا يعني القطاع مثلا لما تيجي تشوف نماذج دول أخرى مو بالضرورة السياسة فيها شيء كبير، ها ممكن تكون تدار بشكل مختلف. عندنا الحين مدينة مثل جامعية، ليش مدينة جامعية؟ أنا أقول أهم سياسة، تدري ليش؟ نعم، لأن صار مدينة جامعية الحرم الجامعي والأمور هذا، خاف باكر أمور سياسية يصير بالحرم الجامعي، هم بسيز يعني كل شيء. ما تعتقدين كذي تسيس هذه الامور؟ يعني ما احنا هذا اللي قاعد نقوله، قاعد نقول ان هذه المجالات يفترض ان تنهض. شلون ان شلون تنهض؟ مثل ما قال دكتور نبيل ان احنا نضع الناس المناسبين في المكان المناسب، بس اللي يقوله انه لما يبون اشخاص ما لهم شغل في هذا الشان بسبب انه الموضوع مسيس، فانا اروح احط في هذا القطاع جماعه تتبعني انا، تفهم بالفن، تفهم في الرياضه، تفهم في الثقافه،
تفهم في المسرح لا ما تفهم، بس أهم شيء إنها تابعة لي، وهذا الخطأ اللي قاعد يصير. عشان كذي إحنا لما نقول هذه القطاعات مهمة، هذا راح تفيدك بشكل كبير على أساس إنك تخفف من حدة الاحتقان اللي عندك في الموضوع السياسي، الزحمة اللي صايرة في العمل السياسي. وطبعا إحنا أكثر شيء نحس فيه كدكاترة علوم سياسية لما ني مثلا أسمع، طبعا إحنا كل يوم في محلل سياسي، كل يوم في ناشط سياسي، لما مو بالضرورة، ممكن هذا يعني مو بالضرورة أنا أقول إنه هو خطأ، ممكن هو مجتهد، بس ما بالضرورة أنا أطلق عليه ناشط سياسي، لأنه هو عنده قضية تهمة، ممكن قضية رياضة، قضية تعليم، قضية أي قضية مجتمعية، فجأة يطلق عليه ناشط سياسي، ممكن يطلق عليه أنه هو مهتم في هذا الشأن، عامل في المجتمع المدني. فإذا أنت قاعد تحل عندك مشكلة أساسية في الكويت اللي هي الزحمة اللي صايرة في العمل السياسي، الاحتقان السياسي اللي صاير لما أنت تنهض في قطاعات أخرى. المواطن نفسه تصير السياسة بالنسبة له شيء مو انه مو مهم، لان السياسه هي تدير حياتك بشكل يومي، لكن على الاقل يصير يهتم بالثقافه، يصير متذوق الفنون، لما يصير والله معرض فنون تشكيليه الناس تبدي تستوعب هذا الفن، تروح تشوف هاللوحات الحلوه في عروض قاعد تصير. بس هذا ما قاعد يصير هالشيء، ها يعني الكويتيين اللي خصوصا لما تدخل الدواوين كل من يحكي في السياسه، يعني انا الحين بايام العيد حتى زيارات الاهل، ها دكتوره شنو ها يعني، فانت على طول يدخلون في العمل سياسي. طبعا انا ودي اقول لهم يبا السياسه خلينا اهلكم يعني تغشمر مع اهلي، كل من الحين يحكي في السياسه. طبعا فهذه مشكلتنا، يعني انا اتصور القطاعات الاخرى مهمه ننهض فيها، مهم الكويتي يحكي في الاقتصاد، مهم يحكي في الفن، مهم وهذا اللي كنا احنا، هذا مو شيء جديد، هذا كانت الكويت في السابق. صحيح. احنا للاسف الحين قاعد نقول خلينا نرجع مثل في السابق، افترض لا يكون هذا الشيء الثاني. مثلا لما نشوف عمان على، وانا ودي حتى يعني بما ان احنا موجودين في ظل يعني مجموعة رياضية، إنه يقولوا لنا عن تجربة عمان في الرياضة، شلون يعني فرضت نفسها في كرة القدم. ها أنا أقولها من جانبي أن أنا أعلم بأن هناك نهضة في قطاعات مختلفة، وبالتالي فأنا لما شفت بروز عمان في العمل الرياضي أدري أنه هذا شيء يعتبر تحصيل حاصل بين نهوض بكافة القطاعات اللي صارت، وبالتالي نهضتها الرياضية بالنسبة لي أنا ما أستغرب عليها. يعني هذا كمثلا تحليل سياسي، ويعني لكم أنتم في النهضة الرياضية في عمان مثلا، أنا أتصور تجربة رائدة قاعد نشهدها في الآونة الأخيرة. لا هي استراتيجية اللي قدام، يعني أنا بساعة قبل لاتين كنت أقول حق الجماعة ما يصير رئيس اتحاد، يعني الحين مثل باتحاد اليد حمول للقدم، يعني رئيس اتحاد يخطط حق مباراة ولا يخطط حق بطولة، ما يصير. رئيس اتحاد لازم عنده استراتيجية، يعني كاتحاد بشكل عام وعلى رأسهم الرئيس، إن عنده استراتيجية اللي قدام يخطط لها. إحنا عندنا تصير عندنا مباراة صارت حالة طوارئ، عندنا مباراة بالقدم الحين، عندنا مباراة ضد مثل ضد نيوزيلندا ولا ضد أستراليا، أو لازم نشتغل. لا هذا شغل مدرب، شغل جهاز الفني حق مباراة. لا لكن لا لا لكن لازم عندك. أنا بس بدي أسأل أبو عبد الله على طال الاستراتيجية والخطط. أنا ما أقول استراتيجية. أبي على اتحاد اليد ورؤيتك الفترة المقبلة. خاص عندكم بطولة الأسياد في شهر 11 تقريبا في نوفمبر في الصين، شنو رؤياكم حق الفترة المقبلة؟ خططكم وشوف استراتيجيتكم. استراتيجية بالضبط، خلنا نكون صريح وياك، لاكو استراتيجية ولا هم يحزنون حتى في العمل، وتحدى في أي مكان سواء سياسي رياضي فنينا في استراتيجية. أقول لك شيء، صار حدا صار ردت فعل. أقول لك شيء، إحنا في سنة من السنوات قبل 6 سنين 7 سنين في الهيئة العامة للشباب يانا مستشار أعتقد الأخ من الجنسية السورية، فقال نبي خطتكم الخمسية لخمس سنوات. قلنا له زين عطنا شهر خلينا نسوي خطتنا وهذا ونقعد وياك. جبنا جهازنا الفني، شفنا بطولاتنا، شفنا رزنا مثل الاتحاد الدولي شنو بطولاته، سوينا خطتنا لخمس سنوات قادمة. مصر نفس العملية يسوون الطريقة هذه، قطر نفس العملية. فيقعد حطينا على المخطط، قلنا له احنا عندنا كذا 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 بطولاتنا، عندنا منتخباتنا كذا، خطتنا كذا، دورينا كذا، خطة ملف كفر الطاولة. قال ممتازين، إذا احنا راح نحدد ميزانية سنوية لكم بحيث هذه السنة الأولى كل كثر تكلفون، لأن احنا كنا نموذج المفروض على الاتحادات ان خلينا نطبق ويا اتحاد اليد. عقب شهر عندنا بطولة، ليه قبل يوم بنسافر ما أعطونا الفلوس؟ ثلاث لاعبين ناقصين، قلنا احنا معطينك الخطة. قال لا لا انسى انسى الخطة،
رجعنا على طمولة. اتحدى اي اتحاد يطلع من الهيئه يسافر الوفد، يسافر الوفد ويقعد واحد اداري عشان ياخذ الفلوس وياه. ولازم يعرفون بعد اكو قوانين، الحين اذا سافرت اوروبا معك مبلغ اكثر من اللازم يصادرون منك المبلغ، لازم تبلغهم. يعني كارثه. لا تقولي لا في خطه. شيء ثاني سؤالي بس للدكتوره، احنا الان في وضع فوضى، فوضى الحقيقه. من اللي تحمل المسؤوليه، الحكومه او المجلس؟ انا اعتقد الحكومه، المجلس ما قال لا تبني مستشفيات. نعم. المجلس ما قال لا تبني مشاهات رياضيه. المجلس ما قال لا تبني مسارح. يعني اليوم احنا نضحك على بعض. اليوم انا طالع قبل البارحه بغيت اروح الاتحاد، ما قدرت اوصل بعيد على الشباب هناك، ما قدرت لان صالتنا وصاله المبارزه ماخذينها مسارح، مسوين مسرح وهذا. لقيت لي حال مساكين، بنتي قالت لي انا وديت العيال بس طلعت عقب خمس دقائق ما قدرت قمته. انزين صاله شايله تقريبا 2000 طفل مع ابهاتهم امهاتهم، لو يصير تماس كهربائي منشاه ما هي حق مسرح، بس الممثلين مساكين وين يروحون؟ يبون يعرضون، يبون يستفيدون من ناحيه الماده تعبوا. فبالتالي احنا لو نفس الكلام اللي قلتيه دكتوره، لو في منفذ مسارح ما عندنا قدره نبني مسارح، ما عندنا قدره نبني مستشفيات، ما عندنا قدره. احنا الكويت، فالعمليه من يتحملها دكتوره؟ الحكومه او المجلس؟ كل من يقط الكره على الثاني. لا احنا بالتاكيد عندنا القدره. يعني الكويت ذراعها اليمين، الصندوق الكويتي للتنميه اللي حتى وصل، ها، وهذا دائما يفخرون فيه القائمين على الصندوق، وانا بالنسبه لي نعم الصندوق ما مفخره، وهذا شيء مهم لنا ك يعني عضو فاعل في الاسره الدوليه. بس دائما نقول لك هالشيء، ان احنا مساعداتنا في الصندوق وصلت لعدد من الدول اللي تفوق عدد الدول اللي الكويت لديها علاقات دبلوماسيه معاها، ها؟ يعني 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 وصول الصندوق لدول الكويت رسميا ما وصلت لها. فيعني تخيل هذا الكم الهائل من، وهو على فكره 50% ميزانيته موجهه للدول العربيه. فبالتالي يعني هو الصندوق الكويتي للتنمية العربية، هذا أساسا اسمه. فبالتالي كل هذه يعني الأيادي الخير الكويتية الممتدة لكل بقاع الأرض ليس لديها القدرة أن تبني مسرح، ليس لديها قدرة أن تبني جامعة، مو صحيح. طبعا إحنا عندنا إمكانيات كبيرة، يعني حتى على مستوى مجلس التعاون، يعني موضوع الفكرة إقامة البيت الخليجي الطموح هو يعني فكرة كويتية، ولا تزال الكويت متبنية هذا الشيء. دكتورة من اللي تحمل المسؤولية؟ من مسؤولية؟ أنا المسؤولية أنا مشتركة، وهذا اللي احنا قاعد نقوله. هذا خاصة في نطاع المسرح. الله يرحم الشيخ جابر يعني صدر قرار بإنشاء 5 مسارح. نعم. لكل محافظة مسرح. أنا صار لي الحين بالوسط الفني 25 سنة خاصة المسرح كمهندس ديكور بالمسرح، فلحد الآن ناطرين الخمس مسارح. 25 سنة. من 25 سنة بعد انطر 25 سنة زين يعني. ف استاذ جابر ها استاذ جابر بعد قصة اخرى. ف وهناك تدخل سياسي، نقطتي انه والله التدخل السياسي في هذا الموضوع معقلين اعضاء مجلس الامه. مثل ما عقلوا اعضاء مجلس الامه متحف الرياضي اللي قلنا عنه في الهيئه، ومتحف هذا استاذ جابر كان ينفذ باي طريقه زين. وانا امر امير يعني الشيخ جابر الاحمد المفروض تطبق بنفس اللحظه. ولكن هناك في اعضاء مجلس امه وقفوا في هذا الموضوع، ووقفوا الموضوع لحد الان ناطرين احنا الخمس مسارح. لا بس دكتور عفوا، تخيل دكتور صار المحافظه السادسه على بكل محافظه المفروض يسوون 6 مسارح الحين زين، ولحد الان احنا عطوهم الخطه الخمسيه اللي قاعد اتكلم عنها. دكتور عشان ما عندنا وقت بس عفوا، هي مو كل شيء ترى نرمي على الحكومه. انا اقول لك عن تجربه اتحاد العاب القوى، شالوا احد اعضائهم من مجلس الاداره ما نجح في الدوره، وهو موظف في هيئه عامه شباب الرياضه، قام يوقف من يوقف الاعمال او الميزانيه مال اتحاد العاب القوى، وهو نفس العضو. كارثه. هي اعمال بالنفوس والله يا دكتور، ما هي بالنصوص. هذه بس عفوا انتقل للاعب حسن الشطي. تفضل خذ راحتك. حسن الشطي النادي العربي حامل لقب كاس الاتحاد الموسم الجاي، ما تعتقد ان عوده اللاعب الاجنبي مثلا، انتم عندكم بطولات خارجيه، عوده اللاعب الاجنبي ابو عبد الله موجود ما تساعد على ارتقاء مستوى كره اليد؟ طبعا شغله اساسيه ومهمه وايد اللاعب الاجنبي، مثل ما شفت تطور كره القدم، كره الطائره وكره السله، اللاعب الاجنبي يضيف حق الفريق مستوى فني زين، يعني مو بس مجرد انه يكون لاعب مميز وانه يقول لك او يفوز فريق،
تستفيد منه من ناحية الاحترافية، تستفيد منه بالتمرين، تستفيد منه من طريقة أكله، طريقة نومه، طريقة تعامله مع الفريق. تكنيك كامل له. تكنيك كامل مع الفريق وتستمرين. يسد لك ثغرة في التشكيلة. صحيح. يعني بالأساس. مدام عبد الله موجود يعني أتمنى أن القانون هذا يطبق. أنا قاعد أسألك بس قصدي بعبد الله. أيوة لا أعطيك الجواب. إحنا كاتحاد ما عندنا مانع من سنتين وإحنا نطالب باللاعب الأجنبي، وإحنا كهيئة تدريب من صالحنا اللاعب الأجنبي يكون بلندية حتى يرتفع مستوى.